مهندس الإناء كمان، مترخص باسمك؟ لا يا فندم، ده مترخص باسم الحاج جاد الكريم المنياوي. هو كان عندي في فرح ونسيه، وانا لقيته وشيلته لحد ما قابله عشان تقوله، وبعد كده بدور عليه ما لقيتهوش. كنت شايله فين؟ في دور الكومودينو في اوضتي. عاوز تقول يعني انه حد سرقه؟ اكيد يا باشا. هو يعني هيكون مشي لوحده؟ بتتهم حد في سرقته يا كمال؟ هو انا الحقيقه ما اقدرش اتهم حد معين. هو في حد متعود يدخل اوضتك اثناء غيابك؟ يعني اصل الاوضه من غير مفتاح وسهل جدا ان اي حد يدخلها. سين، ما قولك في الاتهام الموجه ليك من اخوك يوسف بسرقة وقتل المجني علي بعد اعلانه بيع كل املاكه لزوجته السيدة لقاء سالم الاسيوطي؟ كذب يا باشا. يوسف ده كذاب وحويط زيه. زي مين يا كمال؟ اتكلم، قول يا كمال، مش من مصلحتك انك تخبي اي حاجة. قول يا باشا. زي ابوه. ايوه، انا بعترف ان انا ما بحبش سيد الدقات ولا بحب يوسف. كمان انت ليه ما بتقولش على المجني علي ابويا؟ لأن عمره ما حسسني إن أبويا، وأنا لسه عيل صغير رمان أنا وأمي الله يرحمها في الشارع رمية الكلاب. كنت لما أروح له وأنا لسه في المدرسة عشان أطلب منه مصاريف الدراسة كان يطردني، بس قبل ما يطردني كان لازم يهزقني. كان بيتعمد يعمل كده قدام اخواتي، كانتش بتهمه دموعي وانا واقف قدامه بتذلل زي الشحاتين عشان اخد منه قرشين اعيش بيهم انا وامي. امي الله يرحمها اللي كوش عليها وعلى مراسها ورماها ورماني معاها، دي كانت لما تيجي تقول له ده ابنك ده ناطح يا حاج ابنك، كان يقول لها ودي ملجأ احسن. انت عمرك شفت اب كده يا باشا؟ عشان كده يا كمال قررت تقتله وتخلص منه؟ كمال جه وبيتحقق معاك هو. انا عليه قوي على فكره. انا قلت لوكيل النيابه كل الكلام اللي انت قلته لي على يوسف. ليه كده يا وحيد؟ ازاي تعمل كده؟ قلت ليه؟ الكلام ده بيني وبينك مش وقته. امال امتى وقته؟ لما نلبس احنا الجريمتين؟ وبعدين هو الكلام اللي انت قلته لي ده مش حقيقي؟ طبعا حقيقي. انا ما بكذبش عليك يا وحيد. بس ده واحد كارت نستخدمه ضد يوسف في الوقت المناسب، ما كانش لازم تقول حاجه. انا مش فاهم منك حاجه. بعدين مهم، الشيكات اللي كتبتها لقاء لابوك موجوده معايا. جبتها ازاي؟ مش مهم جبتها ازاي، المهم ان احنا نتصرف قبل ما تتصرف في فلوسنا. انت ايه رايك؟ هي الشيكات دي كام؟ بمليار و200 مليون. يا ابن الحراميه يا سيد، كل دي فلوس على قلبك وسايبنا عايشين في الحرمان؟ ده تلاقي في فلوس كمان ما نعرفش عنها حاجه. أنا متهيألي وحيد إنه ضحك عليها هي كمان. صدقني، المهم دلوقتي أنا هلحق أروح لها أحاول أعمل معها أي محاولة يمكن تنفع. طيب أنا هطمن على كمال الأول وبعدين هطلع على البيت وهستناك هناك. تمام، مع السلامة. كلامك فيه تناقض يا كمال، ولسه لغاية دلوقتي مش قادر تقول لي كنت فين وقت ارتكاب الجريمة. أنا قلت كل حاجة يا باشا. تقرير معمل الأدلة وصل يا باشا.
يظهر انك هتستنى معانا شويه يا كمال. ليه يا فندم؟ التقرير بيقول ان الحبل اللي استخدم في ارتكاب الجريمه ما عليهوش بصمات، لكن البصمات اللي على المسدس بصماتك انت يا كمال، والمسدس ده هو اللي استخدم في ارتكاب الجريمه. مفيش داعي للانكار يا كمال، وخصوصا ان حسون الطباخ ما ماتش. انا ما قتلتوش، ما قتلتوش صدقوني. وتفسر بايه وجود المسدس اللي عليه بصماتك في الجنينه وكمان عليه دم بعد ما ضربت بيه حسونه على دماغه لما حاول يمسكك؟ اتكامل يا كمال، قول الحقيقه. قدامي والدنيا كلها بقت هاديه، لفيت من ورا الجنينه ومشيت لحد شباك المكتب، زحت الستاره بالراحه ودخلت وانا ناوي اخلص عليه. كنت مجهز نفسي وجايب كاتب للصوت علشان محدش يسمع حاجه، بصيت له وكنت عايز اقول له كلمه قبل ما اقتله، لكن لما عينيا جت في عينيه كان زي ما يكون قاعد مجهز نفسه للموت. ضربته طلقه واحده، بعدها سمعت صوت بره، جريت ونطيت من الشباك. وانا بهرب لقيت حد بيمسك فيا وبيشدني، بصيت عليه لقيته حسون، حاولت افلفص منه لكن كان ميت عليا، ما رضيش يسيبني، ما لقيتش قدامي غير ان انا اضربه بالمسدس اللي في ايدي. ضربته على دماغه والمسدس طار من ايدي وسط الزرع. والحبل اللي اتخنق بيه المجني عليه قبل ما تضربه بالرصاص حسب تقرير الطب الشرعي. انا ما خنقتوش، انا ضربته بالرصاص وبس. يعني في حد دخل قبلك خنقه قبل انت ما تضربه بالرصاص؟ ما اعرفش. كل اللي في البيت اثبتوا كانوا فين وقت ارتكاب الجريمه، ما ردك؟ انا اللي عندي قلته. هل لديك اقوال اخرى؟ لا. وبناء عليه فقد قررنا حبس المتهم كمال سيد الدقاق 4 ايام على ذمه التحقيق مع مراعاه التجديد في الميعاد، بعد ان اعترف امامنا بإطلاق رصاصة على رأس المجني عليه بينما أنكر إقدامه على خنقه. أغلق المحضر في ساعته وتاريخه. وأنا إيه اللي يجبرني إن أنا أسمع كلامك؟ لأنك مش غبية يا مدام لقاء، ومش هتقدري تقفي قدام ولاد سيد الدقاق لوحدك، ولو فكرتي بقى تسرقيهم أنا متأكد إنهم هيدوسوكي. يعني أنت جاي هنا تهددني؟ سميها زي ما تسميها. آه لا، وأنا أسميها ليه؟ هتعب نفسي ليه على روح النيابه تبقى هي تسميها زي ما هي عايزه؟ بلاش تهددني يا ايهاب، بلاش تهددني. القضيه لسه شغاله وانا ممكن اضايقك. انا اوريدي اثبتت للنيابه انا كنت فين وقت ما ابوك اتقتل. كده يبقى الاوراق دي لازم تظهر بقى. ايه دي؟ ايه ده؟ ايه يا مدام؟ نسيت الشيكات اللي انت مضيتيها ولا ايه؟ على فكره دي الصور، الاصول معايا. ده انت اللي سرقت الخزنه بقى. ده مش موضوعنا يا مدام لقاء دلوقتي. امال ايه موضوعنا؟ خلصني، قول لي خلصني. ادي لي اللي انا جاي اتفق معاك عليه علشان ما نطلعش من المولد بلا حمص انا وانت. ده اصل الشيك ب5 مليون جنيه تقريبا، المبلغ اللي دفعه المرحوم لما اشترى الدكان. انا هديهولك مقابل ان انت تكتبي لي تنازل باسمك عن نصيب المرحوم في الجورنال. برافو، بجد برافو. انت فاكرني عبيطة ولا انت جاي تستعبطني؟ جورنان ايه اللي عملك عليه تنازل عشان تديني شيك واحد من كل الشيكات اللي معاك؟ انا هستفيد ايه؟ هتستفيد، صدقيني هتستفيد يا لقاء. ما تنسيش انك ماضي على شيكات بمليار وكم مليون فكة. الله يرحمه ما كانش عبيط برضه، مضاكي على شيكات بضعف قيمة ثروته الحالية. ضحكت عليا يا سيدي دقاق؟ ما تقلقيش، انا ممكن اخرجك من الورطه دي خالص. انا اقعد مع اخواتي ونتفق على ديل اكبر، ترجعي لنا العقود الابتدائي اللي انت مضيتيها وتاخدي شيكاتك وهتاخدي حقك الطبيعي برضه. بعد كده يا هاب، يا
ابن ابويا بعد كده بعد كده خالة القاء. ها انت ايه دخلك هنا دلوقت؟ يا طبختوها طبختوها سوا وشدتوها كمان مش كده؟ يا صحفي بتاع الاخلاق والمبادئ قتلتوا الراجل قتلتوه قتلتوه بتقسموه في الضلمه مش كده؟ الحرميه انا اللي وريتكم انا اللي بلغت عنكم. انت ايه اللي جابك هنا دلوقتي جاي؟ ايوه عايز اسكت اسكت انت تسكت انت حسابك معايا بعدين بعدين. سيد الدقاق سيد الدقاق فاكره؟ انا اللي جوزتهولي. طب واعطى الله انا اللي جوزتهولي. قلت له ماله يا حاج؟ لا هو عيب ولا حرام وهو بالمره نخلص من دلال. ما هي دلال دي عينها على كام مليون عايزه تطلع بيهم من وراك. انا اللي قايل له ده انا قايل له بلساني ده اللي يستاهل قطعه. راح الدلال راحت وغالت في 60 داهية بس طلع لنا اللي أفكر منها كل أفكر واللي أقوى منها لابساني هي من هنا لهنا وشياكة وبتمشي زي ولاد البشوات. مش هو ده اللي أنت فرحة فيه؟ هو ده اللي أنت فرحة فيه؟ دخلتي عليه بشويتين الراجل اللي ضحك على الدنيا كلها أنت تضحكي عليه بس. كان ضعيف قدام النسوان، عارف انه بيضعف قدام النسوان، كان بيضعف قدامهم قوي قوي. يا اخي بس ما كنتش متخيل للدرجه دي. يسلمك دقن وانت تقولي له هات هات. الهفي كله من حقك من حقك بس من حقك في اللي من حقك تتصرفي فيه، انما اللي مش من حقك تتصرفي فيه مش من حقك. مش صدق حلوه. طب وعد الله ننفع صحفي. انا بقول كلام موزون. ما قلتلوش ليه ابني؟ ما قلتلوش ليه؟ ما قلتلوش ليه؟ ما قلتلوش ليه يا خالتي؟ ده يوسف ده يوسف اللي كل اخواته احسن منه. هو اختارك انت وسابهم ولا اتعلم ولا اتجوز ولا عمل اي حاجه عشان يقعد في الوكاله. عضمه اتنحل في الوكاله. ما قلتلوش ليه يوسف؟ يوسف يا عيني اللي عضمه اتنحل في شغله من الوكاله. ببلاش كان هو ببلاش. بص يا عينيا انا اكتر واحده فاهمان. انت ده انت يابا لهفت من وراه. انت ناسي ولا ايه يوسف؟ انت نسيت ان انت اللي خطفته؟ خطفته ولعبت عليه. هو يوسف يوسف هو اللي قتل زيد الدقاق. انت القاتل الحقيقي يا حبيبي. الراجل اللي كان بيثق فيك وبيحبك. ما استحملش يا عيني ما استحملش. يوسف خطف ابوك. طب مات. مين اللي قاله؟ مين اللي قاله طيب؟ انت عارف اقول لك مين اللي قاله؟ انت مش طبيعي على فكره النهارده مش طبيعي. احنا مش هنخلص من الجنان اللي انت معيشنا فيه ده يا استاذ يوسف. بكره تروحي للمحامي وتقدمي له الورق. تقدمي له الورق وتهدي تهدي خالص لغايه ما نشوف هنعمل ايه في المصيبه دي. والا الا ايه ده؟ بقول لك ايه؟ انا اشتريت من ابوك وكتبت له شيكات والبيه اخوك جاي يا حبيبي يساومني. روح هاتها منه. ايه ده يا يوسف؟ خدت ايه؟ شكاتي! شكاتي! ايه ده؟ شكاتي! بقول لك اهدى! اهدى وكل واحد هياخد حقه في الوقت المناسب. اهدى يا حبيبي. حقه؟ حقه ايه يا ابو حق؟ حقه ايه؟ ما خلاص! ما خلاص ده كده خلاص! ده كده هي لعبة الجمل بمحمد! قلت لو ما بطلتش الكعكعة اللي انت عملت كعكعة دي مش هنوصل لحاجة. ممكن تهدى وتسمعني كويس؟ مش هسمع حد! أنا مش هسمع حد من هنا ولا حد اللي تسمعوني. الفلوس دي فلوسي مش
كارتي بتاعتي وصيد الدهب وكل ما يملك ملكي انا انا. انزل يا يوسف من هنا ورايح انت هتسمع اللي هيتقال لك وهتنفذه وبس. اسمع ايه؟ اسمع ايه بقى مرة؟ انت مصدق البدله اللي انت لابسها دي ولا ايه؟ يوسف يوسف ما تنساش ان في ملفات كتيره قوي بالنسبه لك لسه ما اتفتحتش. بلاوي ايه؟ بلاوي ايه وسيره ايه وايه اللي انت بتقوله ده؟ ايه؟ مين اللي قتل شوشوع؟ مين اللي قتل جنة يا يوسف؟ تقدر تقول؟ جنة جنة قتلت جنة وقتلت شوشوع وقتلت ابويا مش كده؟ ده انا طلعت قاتل قاتل انا قاتل محترف يا بوليس انا قاتل محترف تعال بض عليا مش كده؟ انا ما بتحددش انا ما بتحددش سامعني ولا مش سامعني؟ فاهم؟ وانت يا مدام اوريك ايه؟ اسمعيني تعملي اللي قلت لك عليه تروحي للمحامي وتدي له الورق والا والا ايه هتقتلي؟ هقتلك انت ما عرفتيش مش انا طلعت قاتل محترف هتقول لها يا بوب قول لها اسكت يا يوسف انت خلاص مخك اتلحس انت ما بقتش طبيعي انت مجنون يا يوسف ليه؟ بقطع هدومي ولا ماشي عليا بعمل كده؟ بقول لكم ايه؟ انا خلصت كلامي فكري في اللي انا قلته لك ها؟ فكري في حلوه يا ابله القاء يا خالتي الله يرحمه الله يرحمه كان مسميكي خالتي يلا اشوف لا ولا ما اشوفكوش على خير يلا سلام فكري ها فكري مالك يا وحيد في ايه يا ابني مالك قلقان كده قلقان على كمال يا حاج انت مش قلت ان هو اللي اعترف على نفسه هو مش ندمان يا وحيد بصراحه كان مخنوق منه قوي هو اعترف انه ضربه بالرصاص يا دلال بس ما اعترفش انه خنقه طب مين اللي خنقه يعني كمال هو كمان هيضيع مننا يا وحيد انا مش مصدقه انا حاسه ان احنا في كابوس تلاقيش يا سمر تلاقيش انا مش هسيبه انا هقوم له اكبر محامي في البلد ما تقلقيش انا مش مصدقه مش مصدقه انه ممكن كمال يعمل كده كمال يقتل بابا استحاله هو اللي دفعنا لكده يا سمر هو صحيح دلوقتي ما تجص عليه غير الرحمه بس هو كمان كان ناسي ان في حاجه اسمها موت يا وحيد اهدى بقى اهدى مش كده انا هروح اطمن على امي شويه عايزين حاجه استني شويه دلال عايزني في حاجه يا وحيد؟ ايوه خير اصبري شويه وحيد انا عايزك في كلمه يا ابني خير يا حاج بقولك يا وحيد ده في حاجه يا ابني في دماغك مخبيها عننا ومش عايز تقولها قول لي انا ماما دوسه برضو هقول لك كل حاجه يا حاج هقول لك استنى هرد على التليفون ده بس اقول لك ها وهو ايه اللي وداه عند اللقاء؟ طيب ماشي على فين يا وحيد؟ طالع اوضتي يا حاج اوضتك؟ بسم الله عليك وعلى عقلك يا ابني اذا كتر الصدمات اللي مريت بيها في حياتك اثرت على عقلك اوضتك تحت يا وحيد انا عارف انا بقول ايه كويس يا حاجه انا طالع اوضتي فوق تعرفي يعني أوضة؟ أوضة المرحوم بس هغير كل الفرش اللي فيها عشان ما أحبش أنام في مكان في ريحته وحيد 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 أنت هتعمل إيه؟ عشان خاطري يا وحيد بلاش بلاش أوضة بابا تعالى بات معايا في أوضتي عشان خاطري بس بلاش أوضة بابا عشان خاطري يا وحيد عشان خاطري سمر سمر انا طالع فوق عشان ابقى جنبك ما تخافيش يا سمر وحيد خير يا دلال فيه انا خلاص يا وحيد ما بقاليش حاجه في البيت ده روحي اطمني على امك يا دلال وبعدين نتكلم طب عرفني راسي من رجلي الاول قلت لك روحي اطمني على امك حاضر يا وحيد اللي تشوفه هروح بس هرجع تاني يلا سلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته فردوس شوفي واحدة تيجي تساعدنا في شغل البيت بدل المرحومة.
واعملوا حسابكم كلكم. بكره هنروح نطمن على حسونه. طيب مش لما ناخد راي اخواتك الاول يا ابني؟ انا اللي قرر في البيت ده يا فردوس. من هنا ورايح انا اللي هقرر. وكلمتي لازم تتسمع. سبحانك يا رب. سبحان المعز المذل. لا ياما ما تجيش معايا، انا هاخد حقوقي بنفسي وكفايه كده بقى. كفايه ايه بس يا دلال؟ كفايه نصايح ياما. هو مش انت السبب في جوازتي من سيد دي؟ اتقربي له يا بنت، خليه يتجوزك يا دلال، هتشوفي الهنا اللي عمرك ما شفتيه. واديني شفته وترملت وانا لسه في عز شبابي، وابني مات في بطني مش عارفه اخد له حقه. سيبيني بقى ياما سيبيني. استرها يا رب، والنبي تسترها معايا. ايه ايه؟ انا يوسف الدقاق، يوسف سيد الدقاق. انا الدقاق ليه؟ محدش فيك يا بلد يقدر يعلم عليا، محدش يقدر يعلم عليا ابدا. اذا كان على جد جد انا افرمه بكسبتي. جد مين؟ جد ايه؟ جد ايه ده؟ واحد مين والناس نايمين؟ الله، واحد ده انا هطرده. سمعني؟ أنا هطرده، هطرده من هيلمان ده. هيلمان ده بتاعي أنا بس، الهيلمان ده بتاعي أنا بس، بس. سمعني ولا لا؟ ده بتاعي أنا. دي فلوس، فلوسي وتعبي. جاي جاي وتعب يا حاج. بس انت برضه غلطان يا حاج. انت كان لازم تعلمني احسن تعليم، كان لازم تعلمني احسن تعليم عشان ابقى احسن منهم كلهم. مش بس بالفلوس. فلوسي لا، عشان الفلوس دي انا سرقتك. طب اقول لك ايه؟ نتكلم بعدين بقى، بعدين. وحيد انت اعرف. انت يا ابني، انت ايه يا ابني الدوشه اللي انت عاملها؟ يا وحيد عايز ايه؟ انت ما عرفتش؟ مش انا عرفت ان البيل اللي اسمه ايهاب الوسخ شفته بعيني وهو بيتفق مع القاء وبيديها الشيكات بتاعتي وبيديها فلوس يا وحيد. بس بقى بديها فلوس، بس بقى بديها فلوس. بقول لك اولا انا عارف ان ايهاب راح عند اللقاء، ثانيا بقى وده الاهم، دي لا هي شيكاتك ولا هي فلوسك. يا حاج انا وقعت وسط عصابه. يا حاج وقعت وسط عصابه، ده انتوا كلكم عصابه. فين المحمول بتاعي؟
المعمول بتاعي فين؟ انا هكلم لك البوليس، انا هكلم لكم كلكم البوليس. يا نور يا حراميه. بس بقى بس بقى بس بقى وفوق شويه عشان تفهم اللي انا بقوله لك. فرصه اننا لوحدنا يا يوسف، عايز اقول لك كلمتين عشان ابقى بريء من دمك. لا لا بقول لك ايه، بقول لك ايه، لا لا دمي، لا انا دمي غير اي دم، انا لو نقطة واحدة سالت بس بقى. انت ايه يا اخي؟ كفاياك غرور، كفاياك غرور يا يوسف. انت ليه فاكر نفسك من عجينة تانية غيرنا كلنا؟ ايوه ايوه، عشان انا يوسف الدقاق. ماشي يا يوسف الدقاق، انا بقى هجيب لك من الاخر. انت ما عادش ليك وجود في البيت ده يا يوسف، عارف ليه؟ عشان اللي كان مقويك علينا خلاص مات، ما عادش فاضل لك غير حقك الشرعي في الميراث، وللاسف حقك الشرعي ده ما بقاش بتاعك. دي بلطجه، دي بلطجه، دي بلطجه. البيت اسمها بلطجه يا حاج. بيقول انت بتقول ايه؟ قلت اللي سمعته يا يوسف، وبرضه هعمل معاك بأصلي وهفهمك انا قصدي ايه. تعالى تعالى اقعد بقى، اقعد هنا، اقعد واسمع شويه وحاول تصحصح كده عشان تفهم الكلام اللي انا بقوله لك. اصحى قول قول واغصب اغصب، ما اصل الزمن اتقلب اتقلب. الزمن اتعدل يا يوسف، ما اتقلبش. زمن الافتراء والظلم خلاص انتهى، وطبعا احنا بعد ما نخلص القضية كل واحد فينا لازم ياخد حقه. قليلي بقى، بعد 25 سنة ربنا يدينا ويديك طولة العمر يا باشا. 25 سنة؟ لا انت واضح انك فاهم غلط. مش مهم، خلينا في موضوعنا دلوقتي. طبعا يا يوسف انت متخيل انك ليك حق في الميراث كله. بص كله على داير المليم، فلوس سيد الدقاق دي بتاعتي انا لوحدي. ممكن تخرس شويه؟ اخرس وحاول تفهم اللي انا بقوله لك. ميراثك الشرعي ده يا يوسف للاسف ما بقاش من حقك. عايز تعرف ازاي ما بقاش من حقك؟ اشجيني اشجيني يا عم وحيد، اشجيني يا برنس. نصيبك هيتقسم بين اتنين يا يوسف. دلال اللي انت قتلت ابنها في بطنها وكسرت قلبها، والنص التاني نصيب جنة. جنة اللي انت قتلتها. لا 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 اخلص. انا عارف انه كان قتل خطأ، لان انا اللي كنت مقصود بالقتل، لكن في النهاية انت قتلتها ومفيش حاجة اقدر اقدمها لها غير اني اخد نص ثروتك وعملوا صدقة جارية على روحها. صدقة ايه؟ وجارية مين؟ جارية مين؟ جارية دي خدامة، دي خدامة بتعمل يا سيدي يا ستي يا سيدي. احترم نفسك، احترم نفسك قسما بالله. لو جبت سيرة جنة على لسانك لقتلك يا يوسف. قتلتها ليه يا يوسف؟ قتلتها ليه يا يوسف؟ قتلتها ليه يا يوسف؟ قتلتها ليه يا يوسف؟ قتلتها ما قتلتهاش. قتلتها يا يوسف، وقتلت شوشو كمان. لا انت كداب، انت كداب، انت كداب. ما تصدقوش يا وحيد، ما تصدقوش. ما تصدقوش؟ انا مصدقه طبعا، طبعا اصدقه. امال عايزني اصدقك انت يا يوسف؟ اسمع يا يوسف، انت قدامك حل من اتنين، يا اما توافق على العرض اللي انا لسه قايله لك دلوقتي، يا اما تاخد نصيبك الشرعي من الميراث، وساعتها بقى انا اللي هاخد حق جنة، وعارف كويس هاخده ازاي. ازاي يا وحيد؟ هقتلك يا يوسف.
انتوا بتعملوا معايا كده ليه؟ انتوا بتعملوا معايا كده ليه؟ انتوا فاهمين الناس ده؟ قصدي ليلك يا مجنون؟ انا ياسف التهاب، انا ياسف التهاب، انت ماتعملش معايا كده، ما تعملش معايا كده. ممكن تخرس شوية؟ ما تعملش معايا كده يوسف. انت سمعت انا قلت ايه ولا تحب عيد كمان؟ ايوه اللقاء. اللقاء وصلت. ادخلها نخلص الموضوع ده ولا انت ايه رايك؟ خليها تستناني جوه. وهي فرصه يوسف يطلع يريح فوق شويه. عشان لو حضر القعده دي ممكن يبوظ الدنيا. كتر خيرك يا حاجة جاد. انا ما بعزمش عليك يا كمال، انت عارف انت غالي عندي قد ايه. انا هقوم لك اكبر محامي في البلد واللي هو عاوز هياخده. وحيد وإيهاب برضو شافولي محامي كبير، ربنا يسهل. خلاص انا هتصل بيهم واظبط معاهم. المهم يا كمال انا عاوزك تاخد بالك من نفسك. ربنا موجود. عايزه ايه؟ عايزه حق يا وحيد. مش لما نخلص الاول من موضوع القضيه ونشوف هنعمل ايه مع كمال، وبعدين حكايه حقك دي لما نخلص من اعلام الوراثه؟ بس مش هو ده الاتفاق اللي تم بيني وبين ايهاب. انا الحقيقه ما لحقتش اقول لوحيد. ما دام لقاء يا وحيد هتدينا كل العقود اللي معاها واحنا ندي لها الشيكات، وهتاخد 2 مليون جنيه وتمشي. طيب انت بتقول ان الشيكات معاك وانتي معاك الورق، ليه ما خلصتوش مع بعض؟ اسألوا اخوك ما بيفكرش غير في مصلحته وبس. اسألوا خد مني ايه؟ لقاء بلاش العاب اللعبة دي معانا تاني، وما تنسيش ان انتي سبب الخراب في البيت ده. دي الشيكات يا وحيد. وانت فين ورقك يا مدام لقاء؟ اوراقي معايا. اديني الشيكات اديك كل العقود ما عدا عقد الوكاله. لا كل العقود، ويا ريت ما تقلقيش على حقك. لا 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 الست دي ما تاخدش حاجه من فلوسي. امشي اطلع بره. حل عليها دي حراميه، دي حراميه. انا عارف انت اخطر واحده في العصابه. انا ليه ما عملتش حسابك انت ليه؟ حلق عليها. مش عايز اسمع صوتك. لما تبقى تفوق من الزفت اللي انت شاربه ده ابقى اتكلم. وانت يا مدام لقاء هتجيب الورق ولا تحب نسيبهولك ونطالبك بالفلوس؟ ايه يا ايهاب، انت ما قلتلهاش عن الملعوب اللي كان عامله معاها سيد ولا ايه؟ قلتلها. طيب هات الورق. حقي معاك يا وحيد، انا كان ممكن قوي ارفض الاتفاق ده، بس انا عامله حساب العيش والملح. لا وانت صمتي قوي يا حلو. صمتي وصمت الراجل اللي حماك. انا اللي خليته يتجوزك عشان احميكي من كمان. انت بتقول ايه انت يا مجنون انت؟ انت كنت عارف الموضوع ده ولا ايه؟ شوف ايه اللي ده؟ انا ما بسمعش حد يتكلم في الموضوع ده خالص. خلاص مش وقت اعتاب دلوقتي، تعالوا نقعد شويه. خارج اشم شويه هوا. استنى. ها؟ قبل ما تخرج عايز اقول لك على اللي هيحصل. مفيش اي حاجه هتحصل الا لما نشوف كمال هيعمل ايه. لا 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 انتوا تقعدوا انتوا تستنوه. انا ما بستناش قاتل. رايك ما بقاش مهم يا يوسف. انت ايه رايك يا مدام لقاء؟ كمال خلاص طريقه مسدود. ده واحد اعترف انه قتل ابوه بالرصاص،
راح خلاص. انتوا ما بتقروش جرايد ولا ايه؟ ما تقول حاجة إيهاب. الموضوع لسه فيه ألغاز. كمال اعترف انه ضرب الرصاص اه، لكن ما اعترفش انه خانقه. القضية لسه شغالة وفيها كلام كتير، وعشان كده احنا كمان لازم نقوم محامي كبير ونأجل الكلام في أي حاجة لغاية ما نشوف كمال هيعمل ايه. طيب طالما كده بقى خلي العقود معي. العقود والشيكات في أمانة مدام لقاء، ياريت تجربي التعامل النظيف مرة. وانا ايه اللي يضمن لي؟ كلمتي هي الضمان. اصحى يا نايم، الله وحدك دايم، الله يا ما قبل منك خلق عاش وراحوا فين. اصحى يا نايم، الله وحدك دايم، الله دخلنا الزيارة ضيوف وبكرة مروحين. واصحى يا نايم، الله وحدك دايم، الله يا ما قبل منك خلق عاش وراحوا فين. اصحى يا نايم، الله وحدك دايم، الله دخلنا الزيارة ضيوف وبكرة مروحين. ولما العمر قطره يفوت محطه حتى قرش ابيض، ومهما نعيش مصيرنا نموت يا سود يا ابني بقى يا ابيض. ما تركعش الا للمولى غيره، لا حول ولا قوه. في واحد يبقى بحر فلوس ومن جوه فقير وجعان، وغيره عليه ديون وفلوس وما تهونش الا عالغلبان. وناس براها يبقى نضيف وتطلع سودة من جوه. اصحى يا نايم، الله وحيد الله، يا ما قبل منك خلق عاش وراحوا فين. واصحى يا نايم، الله وحيد الدايم، الله دخلنا في زيارة ضيوف وبكرة مروحين. مصر على عنده ورأيه رقم واحد عنده، هنعرف امتى انه ده ستر وفضل وعدل من عنده. يا خلق الرحمة مطلوبة بدل أرزاقنا محسوبة، لكل باصص لغيره يا ناس عقولنا بقت في غيبوبة. ولما العمر قطره يفوت محطه لحتى قرش أبيض، ومهما نعيش وصرنا نموت يا سود يا ابني بقى يا ابيض. ما تركعش الا للمولى غيره، لا حول ولا قوه. في واحد يبقى بحر فلوس ومن جوه فقير وجعان، وغيره عليه ديون وفلوس وما تهونش الا عالغلبان. وناس براها يبقى نضيف وتطلع سودة من جوه. اصحى يا نايم، الله وحد الدايم، الله يا ما قبل منك خلق عاش وراحوا فين. اصحى يا نايم، الله وحد الدايم، الله دخلنا في زيارة ضيوف وبكرة مروحين. واصحى يا نايم.